الرسول عليه السلام إن جبريل أهجر المشركين فإن جبريل معك ينافح عن نبيه أو كما قال عليه السلام. الشعر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في سنن الدارقطني وغيره: الشعر كلام فكلامه حسن، الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان الشعر المنشود في المسجد فهو كالكلام الحسن. ليس من الشعر الحسن ما يسمى اليوم بالأناشيد الدينية، هذه بدعة عصرية لا يجوز أن يغتر بها، على أن في بعض هذه الأناشيد ما لا يحسن التلفظ به. ما شاء الله راح تحمل مكانك واضح انت وياه. ايش الفرق بين سؤالك وسؤال؟ هذا هو سؤاله، ايش الفرق بين سؤالك وسؤاله؟ يعني هو يصلي ايه؟ اليس قبل الوقت؟ ايش الفرق بين سؤالك وسؤالي؟ انا ما اسالك ماذا تقول، بين لي الفرق حتى اعرف اجيبك بين سؤالك وسؤاله. لعل الفرق ان الضابط يكون بالوصول ليس بانه يكون جمع تاخير، من حين الوصول يقيم الصلاه، هذا الفرق. يكون الضابط في الصلاة من حين تصل تقيم الصلاة، هذا الفرق بين سؤال وسؤال. والرسول أخر أم عجل حينما وصل؟ عجل أم أخر؟ إن كان أخر فعلينا أن نؤخر وليس لنا أن نعجل. حسب ما ذكر الأخ أن من حين وصولها يجي الصلاة. عفوا يا شيخنا الفاضل، أنا أسأل عن الرسول عليه السلام. نعم عفوا يا شيخنا الفاضل، بس أنا أريد أن أقول قيل لنا هيا إلى السيارة، فجلسنا في السيارة وانتظرنا حتى عرقنا، قلنا إذا نعود إلى هنا، فلحق بنا إخواننا هؤلاء، فخذه مبارك الله لك فيه. يلا يا أخوان يا شيخ، إن شاء الله إذا بتمشي الباص أجي أخبرك على طول. جزاك الله، بارك الله فيك، شكرا لك، الله يسلمك. آه يا شيخ آه. يلا يا أخوان اللي زايد عن السيارة ماشي عليه، ما حد يتحرك. كل شيء بيقول إحنا تبع الحمد، إحنا خارج الحمد. طيب نعم ماشي عليه شيخ الطواف يعيد.